جبنا 100 شرطي راح يدورون عننا في القصر. التحدي بكل بساطة على الشرطة أنهم يكتشفون أماكن الحرمية، ولكن معهم 100 دقيقة فقط. في أول دقيقة راح يطلع شرطي واحد، وعلى كل دقيقة تزيد راح ينضاف شرطي معه. وطبعاً لا ننسى يا جماعة تحدي 10 مليون، ما عاد بقالنا إلا عدد قليل يا جماعة، 500,000 تفصلنا على 10 مليون مشترك. فقبل لا نبدأ تأكد يا عزيزي أنك ضاغط زر الاشتراك، لأنه والله الفترة القادمة راح تشوف كمية محتوى دسمة وفخمة وضخمة. طبعاً الآن راح يكون معنا 10 دقائق راح نتخبى فيها إحنا 4 حرامية مو بثلاثة، في شخص رابع معنا ولكن ما طلع، بحيث أنكم أنتم تشاركون في المقطع وتحاولون تكتشفون هو في أي مكان. بسم الله الرحمن الرحيم، بدينا 10 دقائق. الشرطة هذولي كلهم مهدديني. حلو، أنا أعرق عليكم، أنا اللي من أمي يحصلني. يلا روح، يلا بصك الباب. لا تطالع لا تطالع لا تطالع لا تطالع لا تطالع، تعال يا بسرعة بسرعة سك الباب. شوف 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 قاعدين ينظرون، شوف شوف قاعدين ينظرون، تعال طالع والله يا شرطي. بسرعة بسرعة يا رب، والله انه صعب، والله صعب صعب. طيب يا جماعة احنا مجهزين اماكن على اساس انه احنا نتخبى فيها، لان التحدي هذا تحدي صعب. فبسم الله، انا يا بدر راح اتوزع وين؟ في المكان اللي انا احبه وانا يا بدر اعشقه. ايش هو؟ شاورمر. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تقول بدر معليش بس وش المكان هذا غريب؟ لا 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 ابعلمك ليش. ما في شيء اكل اكله داخل، لان المكان راح يكون صعب، مجهزين من زمان. ها يسوي لي اندومي. بسم الله. تعال يا اشمت، تعال اشمت بسرعه. قبل ما تدرون اني مجهز لي يا جماعه مشروبات ومأكولات ما لذة وطاب، انا بدخل جوا وباكل أباكل. طبعاً أنا برضو إيش مسنعكم، أنا جوا أبغى أوريكم أشياء أسطورية بتستبدعون معي. طبعاً أنا يا جماعة أنا أقدر أشوف شكلي وأقدر إيش أحرك الكاميرا، فهي مزبنة الكاميرا. بسم الله. صحني الحين أنا في هذا المكان الضيق ومقبلين إحنا على الشتاء، فأكيد لازم يكون الموضوع فيه شي إن، وأنا إذا جبت لكم شي إن يا جماعة أجيب لكم كود خصم B7 يخصم لك 15% إذا أنت استخدمته في شي إن. طبعاً يا جماعة شي إن عندهم أكثر من 300,000 منتج عليها عروض، وعندهم عروض توصل إلى 85% خصم. طبعاً بما أننا في الشتاء فأنتم تعرفوني أنا يا بدر إيش أكثر الأشياء اللي أنا أحبها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً المنتج هذا يا جماعة سويتر، أكثر لون أنا أحبه اللي هو اللون الرمادي، فهذا إن شاء الله أنكم بتشوفونه في الأيام الجاية إني أنا لابسه. المنتج الثاني عندنا يا جماعة سمارت كاب، طبعا هذا المنتج يحفظ لك المشروبات حقك سواء كانت باردة ولا سواء كانت حارة، وحتى انه يستعرض لك درجة البرودة والحرارة كلها من هنا، فهذا هو المنتج الثاني. فانت من الاشخاص اللي تحب الشاي في هالبر بدك تستخدمه. المنتج الثالث يا جماعة واللي هو الباك هذا يا جماعة، تدرون تقولون كرسي، يعني كرسي بالوني، هذه يمديك تنفخه وتحطه وتاخذه معك في اي مكان، لو انت تبغى تطلع طلعه بريه، طبعا الشتاء يعني حالاتها طلعت، ولا اذا انت تبغى تحطه معك في الغرفه ولا الاماكن عندك الكرسي البالوني. وهذا المنتج يا جماعه انا يا بدر قد سويت عليه مقطع، اللي هو يمديك تغير لون النار مع هذا المنتج. انا يا بدر قد سويت مقطع كامل عنه وغيرناه، واللي كان مغيره فيرفل. طبعا مع البرد اكيد الناس بيشبون يعني نار وكذا، فيمديك تقول لهم والله عندي لكم خدعه سحريه وتعطيهم هذه وتغير النار. حلو والله. واهم شيء يا جماعه كود B7 يخصم لك 15%، روابط شي ان موجوده في الوصف، اضغطوا عليها وتسوقوا للشتاء واستمتعوا. هذا المخبى وانا مختاره بعنايه، يوم كامل جلست اضبط المخبى حقي انا. شيكو ترى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. شوفوا يا اخوان شيكو باب، يا اخوان شيكو لي باب ورب المصحف على الثلاجة. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا المكان اللي انا زابن فيه، اتوقع تعرفون القصر تحت الدرج فيه غرفة صغيرة كذا، غرفة كمان استغليت وحطيت الاجر، خليتهم يركبوني مويه، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. طبعا الحمد لله انا مزبوط ومسنع نفسي ومريح راسي، جايب معي اكلي حتى هنا. طبعا اكلي اكيد مو وين، انا متوزي في شاورمر فاكيد اجيب اكل من شاورمر اي كيو عالي. هذه يا جماعه وجبه جديده اسمها شاويكس. الوجبه هذه غريبه، جامعين لنا شيئين غريبين ما ادري شلون. شوفوا الثنتين شاورما عربي وبصل مقلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين يا رب يا معين. بسم الله. والله اني مسمع نفسي. طبعا روابط شاورما يا جماعه بالوصف، اضغطوا عليه وجربوها. انا وش بسوي؟ كريم اسكت ايش تخبرني. كان يا راكنهم سابع. طلع فوق ورب المصحف اللي طلع فوق. جا جنبي، متخيلين جا جنبي وركب قدامي. يا الله يا الله الحمد لله. مكاني الهواء فيه معدوم، معدوم مرة الهواء. يا جماعة لا تنسون الاشتراك، لا تنسون الاشتراك. تحدي العشرة مليون، اللي ما يعرفوا شو سالفة تحدي العشرة مليون، أنا تكلمت عنها في مقطع خاص، اللي هو يا أني أوصل عشرة مليون مشترك أو أني أعتزل. يا جماعة الخير راح امسك ريان باذن الله. اطلعه قاعد مره من جنبي. اوه ماي جاد، انا ابغى افتح عشان اتنفس. شكله ابو نوح بينقفط يا اخوان. ابو نوح لو انقفط في البدايه يا اني بضحك عليه ضحك، والله يا اني بضحك عليه ضحك مو طبيعي. شوفون اعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. وش عليك؟ شوفوا اللي مكانه احسه بينقفط. عندكم فيرفل؟ لا اله الا الله، كلهم متواعدين يا اخوان. هذا تو نزل، ولكن عندي ثقه، ثقه لا يعلم بها الا الله. يدفون المكان حقي بس ما يدروني انا داخل. يا عيال انا ما اقدر اتكلم كثير لان منطقه الانطلاق حقتهم وراي، واي كلمه او اي حركه على طول بيعرفوا. بصراحه فيها ابو نوح. ليش اقول لك؟ بقاله ابو نوح جوا حسب انا ما اعرفها. خبره قديمه. بسم الله السلام عليكم. وحده المقاطع في واحد زبلت على السريع. ايه ما اتوقع ما اتوقع. هذا في احساس في احد هنا، انا متاكد. اقسم بالله انهم كثيرين بشكل مرعب، ورب المصحف بشكل مرعب. المصحف اللي بتحت اللاستي، ورب المصحف اللي بتحت اللاستي، ورب المصحف اللي بتحت اللاستي، ورب المصحف. وين طيب؟ عند الموضوع، عند الموضوع ما سلام. لا لا هذه واضح فيها واحد تزبن ما تعذبني. وين؟ طيب لا بس انا حاط نفسك. معقول تزبن جوا هذا؟ يا ركان يا ريان يا مدري.
انقام والله ما حد يكون تنم في زوج. انت قلت لا أبا. بدورهم ما أدري وين. شو دوريتها؟ صلوا على النبي يا اخوان. والله الله بالاشتراك طلبتكم طلبه يا اخوان. تكفون ابو نوح لا يحذف غير التليجرام. اقسم بالله شيء يضيق قصه غير يا اخوان. ورب المصحف ما اطقطق في هذا. واني كنت متوتر مره. لا يغركم اني اقول بتكسر رقم قياس وذا. والله اني متوتر مره. فتكفون يا اخوان. الله الله ما بقي له شيء. اقسم بالله ان اخذنا فيكم عانيه. ورب المصحف الشعري هذا كيف منفوش من الخرج. بروح بشيلهم الأربعة كلهم لحالي ملكي كله. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم حوالينا ولا علينا. تشوفونها بالكاميرا انه مليون شرطي جالس يشطفني بشكل مرعب. وين؟ ما تروح ما تروح ورا الستار. والله خايس اذا زبنت ورا الستار. ما اذا انت مشهور اطلع بسامي بخليك تمشي. تعبتني بس والله ماني مخليك. استنى علي بطلعكم. وين رايحين؟ بطلعكم بطلعكم زي ما انا. جنن 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 يا اخوان. كلنا معرقين الاربعه اماكن حرفيا سيكريت رومز. بصيدهم واحد واحد. اصبر بس يا عيال ما اعطيكم فلوس. يا عيال ما اعطيكم فلوس. يا الله يلا دور يا عيال. انا ماني دخل والله. الموضوع عندي الحين بجيب الثاني بعد. السلام عليكم يا عيال. انقفضتوا وبقهذول كلهم. مستحيل. انك هنا. انا قاعد اقول من الاول انك قاعد تحرك. تعال 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 كن معي. ابيك بس هات. لا انت الشخص الرابع. اتحدى المتابعين. بسم الله القاعد الحين. بس شوف انت الشخص الرابع ولا انا؟ ايوه انت الشخص الرابع.
حتى المتابعين حصلوا في حد توقع مكانه من الاول. انا اسمع احرك اسمع مصارع المفاصل عكس. تعال بالي واحد هنا ما حرف. قلت لكم بحصل يا متابعين، هذا هو شوفوا حصلته. لا تنسوا اللايك والاشتراك، ما بقى شيء على 10 مليون. الله 500 ألف والله. قلت بسيطه. اسمع مسوي ذك ايش زابن ورا اول ما شفته في الكاميرا يا اخي. اسمعوا انا فتحت هذه اسمع في صوت يتحرك الا دفيت من النص فتحت معي طبعا. جاي كم نوح قهوة. بسم الله ما في بسم الله ما في افتح لي ورا ما يزبط برات صح؟ ما يزبط جبته هو برات هذا الجار مستحيل مستحيل كل ذا وزابن ما شاء الله عليك مع انك قصير يعني اتوقع تزبط اي مكان حتى يعني ما اعرف شاورما. بسم الله السلام عليكم معاكم شاورما هنا اللي حاب يطلب يعطينا ريان وين؟ اللي قلنا رايحين شوف عندكم المنيو سي مربع السعادة ولا تشاورما في العالم. هلا 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 وسهلا هلا عساك الخير شلونك؟ يلا حيا عساك الخير شلون دنياك؟ وش اللي جاك؟ وش اللي خليت انك تحسب لي هنا؟ يا اخي ثقيله مو طبيعي كذي كم واحد قبلك جاء؟ 20 شخص دفوها لفوها ولا احسب احس احد مغششك لا والله اسالك بالله قول والله يعني ليه تعال كيف سامي القهر؟ هذا خفيف القهر انا مكتوب ما اقدر اتكلم يا عيال يا زين مو طبيعي 50 واحد قبل جاء حركها هو الوحيد اللي حاس تدري ليه؟ لان هذيك خفيفه هذيك خفيفه شفتها خفيفه اي ثقيله استغرب وزني انا استغرب من القهر وين ريان؟ صاد ريان؟ انصاد؟ انا خلاص خلي الثالث وين ريان؟ المطب يخلص بدري يا اخي من بقى؟ دقيقة من بقى؟ بقى بدر؟ ها؟ بقى بدر؟ أسألك بالله رب البيت طيب خلاص خلاص ابعدوا بسم الله الرحمن الرحيم لا لا هذا الرجال هذا رجال بسم الله خلوا بسم الله الرحمن الرحيم يا ولد انا جاني قصي واحد ايوه العله مو طبيعي ايه مو طبيعي اقسم بالله العظيم مو طبيعي. الى هنا يا جماعه اتمنى ان اعجبكم المقطع ما قصروا الشباب كلهم قسما بالله ان حاولنا نتوزع بقدر امكانه اصعب الاماكن لكن والله رجال شدوا حيلهم ولكن باذن الله انه هذه السلسله ما راح نوقفها وراح نكررها وفي اماكن مختلفه
فلا تنسون اللايك والاشتراك، اشوفكم على خير.